الحراك بالحسيمة وبمنطقة الريف عموما، لأنه حراك سلمي، ولأننا بالنظر يعني الملف مطلبي مطالب كلها مشروعة، وحنا كنا خرجنا واحد العدد ديال البيانات، قدمنا يعني أسئلة داخل قبة البرلمان يعني، والآن احنا في إعداد ديال واحد القافلة باش تمشي لهذيك المنطقة، وطبيعة الحال هذا الشيء لا يكفي، نحن إلى جانب الشعب المغربي اللي اليوم حتى هو كينتفض بشكل سلمي ليعبر عن المساندة ديالو المطلقة للحراك السلمي، وأكد على هذه الكلمة ديال الساكنة بالريف، وكنقولوا للمسؤولين بأن الجواب على المطالب المشروعة المرفوعة اليوم هو ببناء يعني واحد المغرب اللي هو ديمقراطي، واحد المغرب اللي فيه المحاربة ديال الفساد وديال المفسدين، واحد المغرب اللي فيه تنزيل ديال واحد الجهوية حقيقية متقدمة كتعطي إمكانية ديال النهوض وديال التنمية لكل جهات هذا الوطن بدون تمييز، وأنه اليوم الحراك اللي كاين يعني في الحسيمة خص الاستجابة الفورية لبعض المطالب اللي هي يعني مستعجلة، خصنا نجاوبوا على هاد الناس، راه ما كاين لا طريق، ما كاينش يعني المستوصفات في القيمة اللي خصها تكون، ولا مدارس، ما كاين حتى شي جامعة، مدينة الحسيمة ما فيها تقاعة عمومية، ما كاينش فضاءات ثقافية، وأكثر من ذلك ما كايناش أوراش اللي هي يمكن لها تخلق لنا فرص ديال الشغل. انتم كتعرفوا ان الشباب في المغرب اليوم الا كانت النسبه ديال البطاله على المستوى الوطني 10.2%، راه على مستوى الشباب في المدن راه كتفوت 40%، وفي الجهه ديال الريف كاين واحد البطاله اللي هي كبيره تجعل الشباب كيشعر بالحقره، كيشعر بانسداد الافق، ولهذا الدوله خصها تستجب ماشي بالعصا الغليظه، ماشي بالاعتقالات، ماشي بترهيب النشطاء، ولكن بفتح الاوراج الكبرى ديال الاصلاحات اللي خصها تكون ماشي غير في الريف ولكن في المغرب بكامله. ولكن بما ان اليوم الريف يعاني ويئن، هاد الدوله اذا كان المسؤولين عندهم شي اذان صاغيه وباغيين الخير لهاد البلاد، وكيف كيقولوا يعني باغيين الامن والاستقرار، الامن والاستقرار كيبدا بالعداله الاجتماعيه، بتوفير الشروط ديال احقاق الحقوق بالنسبه للناس، وبالنسبه وتحقيق الكرامه الانسانيه لهاد المواطنات ومواطنين المغاربه، وليس لا بالتشكيك في الوطنيه ديالهم ولا بالقذف ديالهم ولا بالاعتقال ديالهم. ولهذا حنا كنقولوا للمسؤولين يتحملوا اليوم مسؤوليتهم، حنا شفناهم خطأوا يعني اخطأوا في تصريحاتهم التي يندالها الجبين، ولكن الى بغاو يداركوا الامور غنشوفوهم يعني باش يبنيوا الثقه وان يطلقوا اوراش يعني البناء والاصلاح، ولكن اوراش البناء خصها تتم بالموازات مع محاربه ديال الفساد وديال المفسدين، لان هذا الشيء كيجج الشعور بالحقره وتيجعل المغاربه ما بقاو كيثقوا في حتى شي واحد. ولهذا انا كنوجه من هنا تحيه ل يعني المواطنات والمواطنين بالحسيمه والنواحي، والمواطنات والمواطنين في كل ارجاء هذا الوطن اللي كيساندوا هذا الحراك السلمي وكيطالبوا يعني الدولة المغربية باش تستمع للحراك وأنها تفتح الأوراش ديال الإصلاحات الكبرى اللي خاصها هاد البلاد، باش يمكن لنا نبنيو المغرب ديمقراطي، المغرب المتضامن، المغرب ديال الجهات الحقيقية، ونعطيو فرص للنخب المحلية باش تلقى فين تخدم، باش تلقى فين تطور، باش تلقى فين تاخذ المبادرة، باش ما تبقى شي كتعاني وتئن بدون آذان صاغية.